نطي نط قوي بس ديري بالك اجريكي عشان ما تضرب الارض. لا حتضرب الارض الا اذا جيت عندك. عن جد؟ عن جد؟ عن جد؟ هلا انا اللي بفكر. وانا كمان فكرت. يلا اطلعي يلا اطلعي. يلا جاهزين؟ يلا جاهزين اشوف. واحد اثنين شوي شوي ديري بالك الارض. يلا استنى اوبا اسمعوا بنسوي هلا مسابقه هون عندي جنبك مثل ما واحد جنبك واحد جنبك شوف هلا شو عارف طوف طوف يا جنب بعض حعد الثلاثة شوف مين أول توصل هون اوكي وهيك يا خالة ليش ايش؟ لا لا في وقت يلا استعداد واحد استعداد واحد لا 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 استعداد واحد اثنين ثلاثة دلوقتي كمان مرة طلع إلى برا مش لجوا هيك بفي ريتك بعمود مش حريق لا والله طيب هاي خدع منك خدع منك قلت لك أنا خدع منك بدأت الحرب الآن على مليون رضوان بدأت الحرب لن تستطيع أن تقوم علينا أي وسيلة للدفاع عن الهجوم سوف أهجم عليكم أي حرب خدعة استنى أجل أنا خدعة سوف أفعل فيك الحرب خدعة سوف أفعل الحرب العالمي هذا شو استفدنا منكم انت تعلمتوا شو سباحة كيف نتعلم سباحة؟ اسمع بنا اليوم احنا اجينا على هاي البركه الصغيره تمام واستمتعنا فيها اليوم احنا استمتعنا ايانا اليوم احنا استمتعنا بهاي البركه الصغيره ان شاء الله قريبا على مسبح كبير ويكون المي اعلى منكم ونعلمكم السباحه اتفقنا؟ عفوا 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 لا عشان هيك بتيجي بتتحرك اتفقنا؟ اوكي شوف انا تعلمت ارجع لورا علمك شوي سباحه مبدئيا يلا ارجع لورا نامي نامي مد رجليك لورا مد رجليك لورا مش عارف بس هيك هيك طريقه البسس هيك طريقه البشر هيك نامي رجليك لورا جاهزين للمسابقة الجديدة؟ وقف 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 احكي لكم مسابقة هلا في قدامنا كرة حعدنا الثلاث ونشوف مين حتجمع عدد كرات أكثر جوان بتحط على اليمين واللي بتحط على الشمال اتفقنا؟ انا رجع لورا عشان ما تخش هذه باخذ جنبي وحطها واحد اثنين انطلقوا يلا نشوف مين بيتجمع لا بالحبي باب مو هيك بتحكيهم شيل حب حب يلا هاي جوان صار عندها ثلاث هون يلا يا ليليان ايوه رجعيهم رجعي هدول لورا ايوه كمان 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 ايوه كمان
مش معاكم. خلصنا 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 يلا دقيقة شوي. لا هدول ها لحظة شوي لحظة خلص. هلا بدنا نعد ليليان اسم اجمع الكرة اللي وراي. جوان الك انت الك خلينا عندك على السريع. استني شوي وقفي انت وياهم هون. ليليان جمع الكرات اللي هنا. هذول 2 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 21 24 26 28 30 30 انت حجي 2 4 6 8 10 12 20 24 26 28 30. هاي قد بعض كراتكم تعادل قد بعض. يلا للعب بيتي رشاشة. 1 2 3 كم مرة بدكم ترشوا؟ 20 مرة. يلا ماشي يلا شوي بس كتاب خلص بيت. هلا دور جوجو غمضي اشوف. طيب ما انت تعالي اقول لك تعالي لا لا تعالي لا تقول ما منرش عليك انت ما منرش عليك انت ما منرش عليك. اسمع مو على راسي منرش على ايدي. شو رايك؟ يلا ماشي تعالي يلا لفي ومدي ايدك اشوف وين ايدك. مو شايفينها احنا وين نرش عليها. وقفي وقفي من ديلك هاي الشمال. ايوه يلا روح 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 امسك امسك وقفي وقفي بابا وقفي امسك هاي ولا بدك تضلي بالماء عشان تضلي بالدفية. ما في ستوب لعبة ما تخلص. لا خلاص دورك امسكي يلا دورك بس عايزي زي جوجو. يلا تعي جوان يلا بابا تعي يلا امسكي يلا عدي يا ليليان. احنا بس تلتف ايدك اليمين. اه انا شمال ما عرفت طبعا. لا هلا في عندي كمان فكره جديده مسابقه جديده. اعطيني الكره اللي عندي في الجوال. تعال تعال وقف عندي. تعال ليليان فكره المسابقه كالتالي. وقفوا هون انت وقفوا هون. لا مش تعال ابو جوان هون تحكيت اسمع الفكره حاحط لكم انا الكرات وانتوا في الرشاشات معكم تروح لي معاها لو مين وتوصل بوقتها اسرع للجهه المقابله. تمام جاهزين للمسابقه. جوان الاحمر ليليان الازرق استعداد. 1 2 يلا اسحبي مي. يلا اسحبي مي اسحبي مي. لا لسه ما وصلت على الاخر ما وصلت على الاخر. اسحبي مي. اوبا وصلوا مع بعض كمان مره. ايش هذا الحال؟ هني كل مرات ها؟ ايش هذا الحال؟ ايش عليكم مي بدالك؟ ايش الالعاب؟ ايش الالعاب؟ فهميني ايش الالعاب هاي؟ عليكم سلام. ايش الالعاب هاي؟ هاي لعبه صارت. المنتون شو خلاص؟ وين رايحه؟ انا مش رايحه انا كنت قلت لك انا ايش هي الحركة؟ اني اتكون احد احلى ناس. يلا هينا اوبا. هاي حركة الضفدع صح؟ هاي حركة الضفدع اللي بيمشي؟ طبعا انا اني شطورة. طب كيف اليوم سباحتي؟ حلوة ولا مش حلوة؟ قولي يا احلى ناس بالكومنت مين احلى عجبكم سباحتكم؟ احكم الكومنت اني انا أشطر واحدة.
ليش يحكوا انه انت اشطر واحده؟ ليش ما يشوفوا هم يختاروا مين اللي كانت سباحته احلى؟ انا بعرف مين حيحكوا الثلاثه. مين ثلاثه؟ يعني انا مو معكم، انا مسامحكم، ما بدي افرجيكم سباحتي. خلينا نشوف مين احلى سباحه، جوجو ولا لولو البردانه؟ ولا لولو البردانه؟ ايش بتسوي؟ ايش يا حجة؟ ماذا لديك؟ ايش بدك؟ تبقتي خلاص؟ وفي الختام، إذا عجبكم هذا الفيديو، لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. تضغطوا على جرس التنبيه عشان يوصلكم كل شيء جديد. إلى اللقاء! إلى اللقاء! إلى اللقاء!